مراحل عديدة بيمرق فيها الإنسان خلال حياته، مراحل ممكن يكون عنده أسئلة كتير، ودايما عندنا أسئلة كتير، ولكن بفترة المراهقة بتكتر الأسئلة وبيصير بدنا الجواب يكون واضح وشافي. هل المراهقين بعيالنا عم بيكون عندهم الجواب الشافي على شكهم بالله بمرحلة معينة؟ هل عم نقدر نكون عم نرفقهم بطريقة صحيحة وصحية لحتى يتخطوا هالمرحلة؟ بنحكي مع الأب والمرشد الروحي اللعازري طوني فياض. أهلا وسهلا فيك. مرسي. أهلا وسهلا فيك. وينعاد عليك برفياض. مرسي مرسي. اليوم مرحلة الشك عند المراهقين خبرة أكيد كتير منيح، كونك مرشد روحي وكمان مدرسة القديس يوسف عنتورة كنت مرشد لها الشباب والصبايا، وهي شغلة صحيح. فعلا كتير دقيقة وكتير مهمة، واليوم حضرتك مسؤول بالرئاسة العامة، فكمان في مرافقة للعيال أوقات، في مرافقة للأزواج كمان صحيح. كل هالمرافقة مهمة وضرورية، وبعتقد كمان انتم بتتعلمونا بعد اكثر اكثر واكثر ما عند الشك. أكيد. ولكن المراهق وضعه حساس خاصه بمجتمعنا اليوم، مش بس بمجتمعنا، المراهق هو وضعه حساس لانه هي مرحله المراهقه من خلالها الانسان ببلش ينمى جسديا وفكريا ونفسيا، وهون لما بيصير فيه بهالمرحله النمو بحس حاله المراهق بلش يكبر، ولما بحس حاله عم يكبر بيصير بده أجوبة على كل الأشياء يلي عايشها، يلي أخدها من أهله، يلي أخدها من المدرسة، يلي أخدها من الأشخاص الكبار يلي حواليه، وهوني مشان هيك بيفوت بمرحلة الشك، بيقول إنه طيب أنا ربيت بهالعيلة، شربوني الدين المسيحي وقالوا لي لازم أنا روح على الكنيسة، لازم صلي، بالمدرسة نفس الشيء عم بياخد هالتعليم الديني، هالمعلومات كلها اكتسبتها بس ما في شيء انا بخليني عن جد امن انه الله ضروري يكون بحياتي، مشان هيك بفوت بهالمرحله الشك وبصير ينبش على اجوبه، بده اجوبه علميه، وبيفتكر انه الايمان اذا ما كان مربوط بس باجوبه علميه ما له معنى بحياته، مشان هيك ببلش يفوت بهالمرحله الشك، وهون الشيء المهم يلي نحن لازم نعرف كيف نتعامل مع هالمراهق، ان كان بالبيت الاهل كيف يتعاملوا معه، او بالمدرسه الأساتذة والمدراء كيف يتعاملوا مع هالمراهق، أو كمان بالكنيسة إن كان خور الرعية أو المرشد كيف يتعامل معه لحتى يقدروا يوجهوا هالإنسان لحتى ما يغرق، لأنه مرحلة الشك هي مرحلة كتير صعبة، ما بتخوف بالعكس مهم كتير بحياة الإنسان، لأنه هالمرحلة الشك الإنسان إذا ما نبش على أجوبة مش ممكن حقيقة يرجع يصير إنسان عم بيآمن بيسوع المسيح ويعرف أنه يسوع المسيح مهم أنه يكون بحياته، لأنه يسوع المسيح قادر حقيقة يساعده بكل مراحل حياته. وهون كمان بحب شدد على شغلي أنه نفرض على المراهق لما بيكون بهالمرحلة التساؤل مش بس بمرحلة الشك، نفرض عليه أنه لا مبلا لازم أنت تروح على الكنيسة، لازم تمارس كل الأسرار يلي الكنيسة بتطلبه منك بطريقة فرض، هون نحن ما بنكون عم نوعي هالمراهق، بالعكس بنكون عم نضغطه، ولما بيكون بمرحلة الضغط وبما أنه هو بيكون بمرحلة ثورة مع ذاته ومع أهله، لأنه هو بيعتبر حاله صار كبير بحاجة أنه يلاقي أجوبة لوحده، هون ساعتها منكون عم ندفشه لحتى يغرق أكثر، بالعكس بدنا نعرف كيف نحيطه لهالمراهق، نعرف كيف نشده لعنا بطريقة أنه نقدر نوجهه لحتى يبلش يعمل مسيرة مع يسوع المسيح لحتى يلتقي حقيقة بيسوع المسيح ويختبر الإيمان، لأنه الإيمان منه فكرة نحن منورتها من أهلنا أو منورتها من المدرسة من وراء معلومات اكتسبناها، بالعكس الإيمان هو خبرة شخص التقى بيسوع المسيح وهون اكتشف أنه يسوع المسيح نعم برفيات. فإذا الأسئلة مشروعة، ولكن صحيح. إذا عم بفهم منك خليها تكون داخل الكنيسة، يعني ما يكون عم يبعد بالمرة عن الكنيسة بيروح ينبش على أجوبة بمكان تاني. أكيد إذا بده يروح ينبش على أجوبة بمكان تاني ما لح يلاقيها، لأنه الإيمان تنقدر نلاقي جواب له بدنا ننبش فيه بالمحل الصحيح، والمحل الصحيح هو الكنيسة والعيلة والمدرسة، وأكيد أهمية أنه يكون في مرشد روحي للعيلة ولهذا الشخص لحتى يقدر يرافق ويوعي أنه أنت مارق بهالمرحلة الصعبة ما عندك إيمان بالله ولا قادر أنت تصلي وتقدس، لأنه ما بيعني لك شيء بالحياة، عم بتنبش على شيء تاني كتير منيح،
بس اليوم تقدر تلاقي جواب، لحتى تقدر حقيقة تآمن بيسوع المسيح بدك هون تلاقي جواب، لأنه تيروح الإنسان على المجتمع لبرا يختبر إشياء تانية، هودولي في يختبرون لحتى يكتسب إشياء لحياته، بس هودولي ما بيعطوا أجوبة للإيمان. مشان هيك نحن لما منطرح كتير أسئلة عن يسوع المسيح وعن الله، نفتكر بكتير أوقات أنه لازم نآمن بدون ما يكون عندنا أجوبة. بالعكس، اليوم نحن إيماننا منه مبني بس على أشياء وهمية، مجبورين نآمن بالله لأنه الله خلقنا، مجبورين نآمن بيسوع المسيح لأنه يسوع المسيح تجسد وصار إنسان وإجا فرجينا قديش بحبنا وانصلب ومات كرمالنا ورجع انتصر على الموت لأنه بحبنا. كتير منيح، هودولي معلومات كلنا اكتسبناهم بوقت المدرسة بالكاتيشيز، حتى أهلنا شربونا إياهم، بس اليوم أنا إذا ما كان في لقاء شخصي مع يسوع المسيح لحتى يشفيني، لحتى أختبر حقيقة حبه بحياتي وشو قادر يعمل بحياتي، هوني رح أبقى بعيد عن الإيمان ورح ضلني عم نبش برات يسوع المسيح، وقد ما بنبش وقد ما أقضي حياتي مستحيل أقدر حقيقة لقي جواب لهالإيمان لهالشك اللي أنا فيت فيه. برفيات، كونك يعني مرقت بمرحلة إرشاد للشباب والصبايا بعمر المراهقة، وين مشكلتهم الأساسية؟ وين بتبلش؟ مع العلم أنه كل شخص أسئلته مختلفة عن الثاني، وكل شخص درجة الشك عنده كمان مختلفة مع الثاني، مع العلم صحيح. حتى لو كانوا بعائلة فعلا مسيحية وملتزمة، يعني هون ما لها كتير تأثير، المرحلة إذا بيمرق فيها بيمرق فيها حسب هو كيف بيشوف الأشياء. صحيح. وين مشكلتهم الأساسية؟ مشكلتهم الأساسية أنه بيوصلوا لمرحلة بالعلم الفكر تبعهم بيصير أوعى، ويصيروا ينبشوا على أجوبة علمية، وهون بيصطدموا بشيء اسمه العلم والإيمان. مشان هيك بيصيروا يقولوا أنه لا، أنا مثلا العلم بيقلي كذا كذا، ودائما لازم يكون في إشياء أجوبة عليها علمية، الإيمان ما بيعطيني إشياء دائما دي بروف، يعني إشياء ملموسة لحتى أنا كون حقيقة ماشي. وهون بيفوتوا بهالاصطدام أنه العلم أو الكنيسة، للأسف في كتير مراهقين بيعتبروا أنه الكنيسة هي ضد العلم، لأنه العلم بكتير أوقات يناقض الإيمان المسيحي، وفعليا إذا بدنا نطلع مزبوط مش غلط هيدا الشيء، لأنه العلم ماشي مع الكنيسة، بس ولكن الإيمان يتخطى على العلم، يتخطى كل شيء بالحياة، لأنه في كتير أمور نحن ما بنقدر نستوعبها، المنطق البشري ما بيقدر يستوعبها. ليه؟ لأنه ربنا يلي خالق هالكون كله هو خارج الكون، ما فينا نجي نحن نحطه بقلب الكون نستوعبه كليته. مشان هيك بدنا نبلش مع العلم، لما بنوصل لمرحلة أنه مش قادرين حقيقة نثبت هالإشياء بدنا نبلش نوثق بيسوع المسيح، وهالثقة تتصير عن جد متينة، بدي بلش أتعرف عليه أكثر، بدي بلش فوت بعلاقة معه لحتى أوصل لمرحلة مع هالمراهق أنه أنا أكون عم مشي خطوة خطوة تيقدر عن جد يلتقي بيسوع، وبس يلتقي بيسوع ويعمل هالخبرة هون ببلش شوي شوي يوثق فيه. حتى لما بيوصل لمرحلة الثقة وبيبلش يآمن، مش معناتها أنه الشك خلص اختفى، الشك رح يضل موجود بحياتنا، رح يرفقنا بكل حياتنا، لأنه قدام مشاكل العالم، قدام هموم العيال وهموم المجتمع تبعنا والصعوبات، دايما الإنسان عنده شك أنه الله مش قادر ينقذني، الله مش قادر حقيقة يطلعني من هالمصيبة اللي أنا فيها، مشان هيك الشك بيضل موجود. مشان هيك نحن بحاجة دايما أنه قد ما نكبر بحاجة لمين يكون عم يرافقنا، بحاجة لأنه نكون أكثر وأكثر عم نغوص بإيماننا وبعلاقتنا مع يسوع المسيح لحتى ما نرجع نغرق. على كل حال يعني ربنا عارف ضعفات البشر وبيعرف انه هيدي المرحلة صحيح. بتبلش وما بتنتهي، يعني بتكثر الأسئلة وبتخف بيقوى الإيمان وبيخف، مراحل عديدة يعني بنمرق فيها. فكانت الأعجوبة، يعني كمان الأعجوبة يلي بس لحتى اللي تكون عم بتحط نقطة، عم بتوعي، عم بتخلي الإنسان يحس بحضور الله مثل ما هو بيشوف الأشياء علميا إذا صحيح. فينا نقول. ولكن الدور البرامج المدرسية بهالإطار، يعني هالولد عم يتربى بالبيت بس كمان عم يتربى بالمدرسة، يعني كتير من شبابنا بيقولوا أنا ما عندي فضل، ولدت بعائلة مسيحية صحيح. هيك صار.
وين الفضل اللي عندي، وكونهم كمان عم ينفتحوا على، وهذا المطلوب على كل حال بديانتنا المسيحية، الانفتاح على بقية الأديان وعلى كل الناس، وبنعتبر أنه المسيح تجسد لكل البشر ومات وقام لكل البشر. صحيح. كمان فهن عندهم هالانفتاح اللي نحن طالبينه منهم. صعبة أكيد، صعب عليهم يعني. أكيد صعب. البرامج المدرسية قد إيه بدها تكون عم بتساعد؟ البرامج المدرسية نشكر الله أنه هلأ بلشنا نوعى من ناحية التعليم المسيحي، أنه ما لازم نحن التعليم المسيحي يكون بس مجرد معلومات، أنه أنا جاي عم بعطي معلومات لهالتلميذ لحتى يقدروا يعرفوا مين هو يسوع المسيح، أنه يسوع المسيح هو ابن الله، يسوع المسيح تجسد، يسوع المسيح عيش بهالطريقة، يسوع المسيح عمل عجائب وبعدنا لليوم عم نشوف عجيب. هودولي كتير منيح، بس هودولي بيبقوا معلومات. نعم. تصير في عندي أنا إيمان، تقدر أنا وعي هالتلميذ، بدي بلش مشيهم بمسيرة لحتى يقدروا يختبروا يسوع بحياتهم اليومية، مش بس ياخدوا معلومات، لأنه التعليم المسيحي منه مجرد مادة عم بيخدها حتى اكتسب معلومات تكون أنا عم بنمى فكريا، لا، التعليم المسيحي هو خبرة وطريقة عيش مع يسوع المسيح لحتى أنا أكون عم بنمى على كل الأصعدة، ولحتى بقلب المجتمع بانفتاحي على غير الأديان كون عم بأكد أكثر وأكثر أنه مع يسوع المسيح أنا ما بخيف من شيء وما ببطل عندي محدودية، بالعكس بصير منتشر، لأنه يسوع المسيح أول شغلة إجا عملنا قالنا ما تخافوا، روحوا انتشروا، لأنه اللي بيكون معه يسوع المسيح ما بيخاف من شيء. بس تنقدر نعطي يسوع المسيح للمراهق تيقدر حقيقة يختبره، نحن بحاجة أنه من أول الطريق نمشي خطوة وراء خطوة لحتى يوصل لهالإيمان. وبرجع بشدد وبقول أنه هالإيمان إذا بتسمحي، ما بعرف إذا معنا شوية وقت، رح أقرأ كم آية من المقطع يلي من خلاله يسوع بيمشي على الماء لحتى فرجي أنه الإنسان لما بيآمن بيسوع المسيح ما في يقول أنه أنا خلص بآمن بيسوع ما في شيء بيهزني، بالعكس برجع بقول أنه هموم الدنيا، المشاكل العائلية، المشاكل الفردية كلهم ممكن يزعزعوا لي إيماني ويخلوني أرجع أغرق. مشان هيك حابب شوف أنا وياكي من خلال هالمقطع يلي من خلاله يسوع بيمشي على المي وبيطلب من بطرس نفس الشيء، بيقول له: وقبل الفجر جاء يسوع إلى تلاميذه ماشيا على البحر، فلما رآه التلاميذ ماشيا على البحر ارتعبوا وقالوا هذا شبح، وصرخوا من شدة الخوف. فقال لهم يسوع في الحال: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فقال له بطرس: إن كنت أنت هو يا سيد فأمرني أن أجيء إليك على الماء. فأجابه يسوع: تعال. فنزل بطرس من القارب ومشى على الماء نحو يسوع، ولكنه خاف عندما رأى الريح شديدة فأخذ يغرق، فصرخ: نجني يا سيد. فمد يسوع يده في الحال وأمسكه وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ يعني عندنا مثل كتير مهم هو سمعان بطرس، يلي هالإنسان رغم كل مسيرته مع يسوع المسيح كان عم يتشرب ليل نهار من كلمة يسوع المسيح، عايش معه مخدبره ليل نهار، لما شك بقدرة يسوع المسيح غيري. علما أنه كان ماشي. اليوم لما الواحد بيشوف أنه يسوع المسيح قادر يخلص وقادر يخليه يتخطى كل صعوباته وكل مشاكله ويخليه يكون حقيقة إنسان أبداي، دايما لما منطلع ومنشوف انه هالهموم عم تكتر مننسى قدرة يسوع بحياتنا ومنرجع نغرق. مع هالزوادة منختم هالمقابلة، اكيد لنا لقاءات تانية بير فياض، لانه يعني هالموضوع ضروري ان نكون عم نفوت فيها، لانه في كتير ناس بحاجة لأجوبة على اسئلتهم. اهلا وسهلا فيك الاب والمرشد الروحي اللعازري طوني فياض، شكرا لك. مرسي يا واقفة هلا وبنرجع منتابع نحن وياكم هالنهار المقدس. ما تنسوا انه رح نكون مع رتبة الغسل حوالي الساعة 10، خليكم معنا.